كل ونحن في احضان قصيده النصر، في احضان قصيده النصر قرات مؤخرا لناقدنا الكبير سي نجيب بن عوفي ان قصيده النصر يعني اشرعت بابا للفوضى، اشرعت بابا للفوضى، هذا رايه. فالى اي حد في رايك لاله فاطمه ان قصيده النصر قد ادت ما كان يرغب فيه الشعراء الاول، يعني الشعراء الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، في ان تسير هذه القصيده بعدما تخلصت من قصيده السطر الشعري او من قصيده التفعيل بالاحرى ومن قصيده البيت الشعري. هذا السؤال يعني يحتاج الى وقت طويل جدا نظرا لما تطرحه قصيده النصر من اشكالات نقديه كبيره. هذه الاشكالات النقديه التي تطرحها ارى ان يعني سبب تعظيم هذه الاشكالات وسبب كونها اشكال في حد ذاتها هو عدم وجود نقد موضوعي رصين يقارب القصيدة الشعرية بصفة عامة. ما أن النقد الذي اقترب من قصيدة النصر أراه نقدا انفعاليا عاطفيا بالدرجة الأولى. أرى من يقترب من قصيدة النصر دراسة أو يعني طبعا لا أجمل هنا، ولكن يعني معظم من اقترب من قصيدة النصر نقدا اقترب منها دفاعا عن موروث شعري عربي وهجوما على شكل شعري كما يقال انه يعني شكل غربي. القصيده التي تكتب الان وتندرج ضمن قصيده النصر فعلا تشكل شكلا فوضويا ناتج عن جهل بما هي قصيده النصر واستسهال هذا النوع من الكتابة. الاستسهال بالطبع ناتج عن الجهل كما قلنا، بحيث أنا أرى أن قصيدة النصر أو كتابة هذا النوع الشعري من الصعوبة بما كان إذا أردنا أن نكتب قصيدة نثرية تستجيب لما تتطلبه قصيدة النصر، فهو من الصعوبة بما كان. يمكن أن أختصر وأقول أو أعرفها كما عرفها أنس الحاج، هي نوع من الإيجاز والتوهج والمجانية. هذه السمات الثلاثة التي عرفها بها أنس الحاج يعني تحتاج إلى شاعر حقيقي كي يستطيع أن يمثل هذا الإيجاز وهذا التوجه وهذه المجانية في قصيدة شعرية. الإشكال المطروح كما قلنا غياب ثقافة شعرية واضحة عند معظم من يكتب الآن قصيدة نصر، التجاوز الغير واعي للقصيدة العمودية ولقصيدة التفعيلة، كذلك يعني عدم التشبع بالكتابات الأولى لهذه القصيدة، يعني الرسم التجريبي. إذا هنا نحن نقبل ببعض الإبداعات أو ببعض الخلق الغربي ونرفض خلقا آخر، ثم يعني إذا رفضنا هذه أو هذا النوع من الكتابة لدفاعا عن عمود شعري أو عن قالب خليلي، يعني هنا يطرح السؤال الذي بدأت به أستاذ مرزاق، ما هو الشعر؟ قالب الخليلي أم هو شيء آخر؟ أحيانا نجد أو يمكن أن أختصر هنا الإشكال في أن إشكالية قصيدة النصر ليست هي إشكالية الشعر والنصر، ولكن هي إشكالية النظم والنصر. يعني هناك من يدافع عن النظم مقابل النصر، لأننا إذا كنا ندافع عن الشعر وكنا نبحث عن الشعر فسنجد الشعر داخل قالب الخليلي ونجده خارج القالب الخليلي، وقد نجد قصائد كثيرة في داخل قالب الخليلي ليست شعرا والعكس. مهتمين بالأدب
يرونها قضية هامشية، ولكن هناك من يقف عندها وهي أن الإبداع النسائي والإبداع الرجالي. يعني هذه القضية هناك يعني اختلاف. هناك من يرى أن ربما للنساء خصوصيات كما هو للرجال خصوصيات، وهناك من يرى على أن أي كتابة في حد ذاتها لا تميز بين الجنسين. ما رأينا يا فاطمة؟ هذه القضية التي طرحتها أستاذ مرزق، ربما هناك من يهمشها ولكن هناك من يعطيها الكثير من الأهمية. بمجرد ما نسمع الكتابة الرجالية والكتابة النسائية يتبادر إلى الذهن أننا بصدد المفاضلة، وهناك من يستغلها في هذا الإطار، إطار المفاضلة. وطبعا بما أننا في مجتمع له طابع خاص، دائما المفاضلة تميل بنا إلى كفة الذكورية. الكتابة فعلا يستدعي الإنجاز، والإنجاز في الكتابة يستدعي اللغة، واللغة نظام ونسق. أو اللغة ليست حيادية بطبيعتها، هي نظام ونسق ناتج عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية، عن مجموعة من الآثار الاجتماعية. وعندما نقول إنه ناتج عن مجموعة من الآثار الاجتماعية، هنا تتحدد الخصوصية. فالسلوك اللغوي عند المرأة يختلف عن السلوك اللغوي عند الرجل، وهذا طبيعي جدا. الرؤية الأنثوية للحياة للكون تختلف عن الرؤية الذكورية للكون والحياة. هنا نحن لسنا في باب المفاضلة، ولكننا نحن في باب تحديد خصائص معينة. المرأة عندما تكتب رؤيتها للكون والحياة تمارس اللغة. اللغة فعل ثقافي، فعل كما قلنا ناتج عن الأثر الاجتماعي على الإنسان. الاحتكاك بالمجتمع بالثقافة طبعا يختلف بين الرجل والمرأة. إذن هنا المرأة بحكم تدوينها في هي أعمق وأكثر إلماما ببعض التفاصيل عن الرجل. السلوك اللغوي عندها يختلف عن الرجل، لذلك لا بد أن نجد خصوصية تحدد النص الأنثوي وتحدد النص الذكوري. إذا دخلنا في باب المفاضلة سنتوه وسنظلم المرأة، لأن المرأة خصوصا المرأة العربية يعني حكمتها مجموعة من الظروف الاجتماعية والثقافية، وحددت من احتكاكها الثقافي عبر التاريخ، حددت من احتكاكها الاجتماعي. لذلك فإننا لابد أن نقف عند خصوصيات معينة. يعني طبعا دائما هو الأستاذ مرزاقي يقترح قضايا كبيرة جدا. و الإضافة التي أضافتها للا فاطمة في أطروحة، يعني أطروحة سكينة، هي الإضافة التي أضافتها في الحقل النقدي الصوفي أو الأدبي بصفة عامة. طيب إذا تكلمنا عن الإضافة فهو الموضوع كله في حد ذاته كان الموضوع مختلفا. الرؤية الإبداع للصوفي عند ابن حزم، فبمجرد ما نربط ابن حزم باللفظ أو مفهوم الصوفية، هنا تحدث مجموعة أو تنبتك مجموعة من الإشكالات. وكانت يعني هناك معارك كثيرة مع الكثير من الأساتذة بسبب هذا العنوان. الموضوع بكل بساطة كان تتبع لخط صوفي أو لنقط التقاء صوفية رأيتها أنا منذ أول كتاب ألفه ابن حزم. يعني هناك الكثيرين يجمعون على أن أول كتاب ألفه ابن حزم هو طوق الحمامة في الألفة والألاف، إلى آخر أو من أواخر ما ألفه ابن حزم الأخلاق والسير في مداواة النفوس. أيضا هناك الكثيرين يجمعون على أن هذا آخر ما ألفه ابن حزم. هناك خط يلتقي فيه مع الفكر الصوفي في ذلك السعي نحو الكمال، نحو المطلق الذي ينبثق من الحب. أولا ينبثق من الحب الجنسي الإنساني ليصل إلى الحب الإلهي، وهو يؤثر الحب الإنساني في ظل الحب الإلهي. حتى مذهبه الظاهري
هذا المذهب الذي أثار الدنيا وأقامها ولم يقعدها في الأندلس في فترة ابن حزم، أراه سعيا نحو الكمال ونحو المطلق. ابن حزم يرفض التقليد، يرفض الجاز، يرفض المذاهب التي كانت قائمة وموجودة ويثور ويتمرد ويأتي بمذهب جديد. كان سببا في حرق بعض كتبه، كان سببا في عزله، كان سببا في انكساراته واضطرابه. هذا الاضطراب الذي يعتبر أول نقطة تربطه بين تربطه مع الصوفي، ثم يسعى فيما بعد إلى خلق مطلقه الخاص، إلى أن يصل في الأخلاق والسير إلى القول إن أفضل وأحسن ما يمكن عمله في هذه الدنيا والعمل للآخرة. ويعني هذا باختصار كانت علاقة ابن حزم وسيري في هذا الخط الذي كما قلت كان خطا من نار مع يعني تم